واحدة واحدة خدت طرح التيتة البيضة، طلعت فوق بيتنا ربطتها بشريطة، ونزلت أجري أوام وأنا حضنا لعبتي، من خوفي قلت أنام تداريني مخدتي، وشفت في الأحلام وردو أمن وسلام، وشفت في الأحلام وردو أمن وسلام، وصحت على الألغام وصرخت جدتي. أنا خوفي عولاتي من ظلم الأيام، هأرضي عبلادي خوفي عالأحلام، خوفي عولادي من ظلم الأيام. أنا عندما اعتقلوني لو أعرف أنهم أتين لاعتقالي، أول ما فكرت أنه أضع يدي على بطني، هنا ابني كان، كنت أنا حامل بالشهر الثاني يعني أواخر الأول بداية الثاني، وضعت يدي على بطني لأنه وجود ابني، قلت ما مصير هذا؟ لم يصدقوا أن أنا حامل في الشهر الثاني، عصبوا عيني، عصبوا الكلبش يدي ورجلي، أخذوني إلى معسكر الجيش إلهم، بعدين نقلوني إلى سجن المسكوبية. هناك في المسكوبية لقيت المرار، كنت سنتين شهرين عفوا في الزنازين المسكوبية في القدس. هناك لا أكل صحي، كنت حامل في الشهر الثاني، لا كاسة حليب، تعاملات بذيئة من قبل المحققين، كلام بذيء جدا سيء، كانوا يعني كادوا أن يعتدوا علي بالضرب. ما بعرف نحن لوين رح نوصل بكرة، لوين لا بتنام العين ولا القلب بينا. بعد العملية بخمس ساعات تم كلبشة رجلي بالسرير طبعا، وأنا كنت في غاية التعب طبعا، خارج من العملية طالع من بنج، لا أقدر أن أنزل عن السرير حتى ولو يعني الحمام، لا أقدر أطلع أخرج من عن السرير، كان الوجع، الحالة النفسية سيئة طبعا. كل السجنات حوالي، كان ثلاث سجنات يكونوا معي دائما، كنت أخرج الحمام ومعي السجنتين يعني لوحدي، كانت رقابة شديدة، يعني الباب مغلق علي، ستارة السرير مغلق علي. أتت إلي هناك محامية، رفضوا دخولها علي الغرفة. صبايا سجانة تفتحوا الأشنبين. شوف إذا حدا بتصل من أحكي احكي لي. يا يما ظلمون الناس وسجوني، لحنضل بالكاس، عن أهلي أبعدوني وعن وطني شردوني، وعن أهلي أبعدوني وعن وطني شردوني، جوا السجن حطوني، جوا السجن حطوني، وحطوا علي الحراس، حطوا علي الحراس، عذبوني يا أمي بصوتك نادي على أمي، عذبوني يا أمي بصوتك نادي على أمي، دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني، دعواتك لا تنسيني نار السجن بتكويني، ومهما المر بيرميني، مهما المر بيرميني، رح أبقى مرفوع الرأس. بزور كل أسبوعين، إذا في أشياء تذكرات وإشي زي هيك تقريبا كل شهر، الزيارة بتكون ساعة إلا ربع من ورا شبك. بتذكر من 4 سنين مرتين قدرت أحضن أولادي، يعني كان منظر بقدرش أوصف لك إياه من الفرحة اللي قدرت فيها أضم بعد 4 سنين أولادي، يعني أنا تركت بنتي عمرها 3 سنين، هلأ صار عمرها 7 سنين، كبرت شوي شوي وأنا مش شايفها يعني في هذا السن، كان نفسي يعني أكون في هذا الوقت عندها. بقدرش إلا بسمع عن طريق التليفون، بحكي معاهم وشبك أزاز، دائما تطلب ماما بدي أفوت عندك بدي أحضنك، يعني بقولها ماما صعب، بيبقى في سجانين يراقبوا الكلام ويراقبونا كيف بنتصرف مع أولادنا، يعني كتير كتير بحاولوا يضايقوا علينا، بس الحمد لله عندي الساعة إلا ربع اللي بشوف فيها أولادي كل شهر، هي من أجمل ساعات في حياتي اللي عايشها أنا هون في السجن، عشان هيك كل ما أشوف أولادي كل ما عندي أمل كبير بربنا، الحمد لله رب العالمين. طبعا أنا بكون أستنى الزيارة بفارغ من الصبر، يعني بديش أوصف لك قديش بعد الزيارة وقتها في وقتها لحتى أشوف أولادي. الحمد لله رب العالمين، يوم الثلاثة بحتكون إلي زيارة ومجهز لهم بأغراض وإشي زي هيك، وهم بيكونوا كتير مبسوطين لأنهم جايين يشوفوني. لما يتركوني يروحوا؟ بتركوني بروحوا وبوه بروحي معاهم، أولادي هدولي. يا
طبيعية وهو في سجن، يعني عندما يصير عمره سنة يحكي يقول لي ماما إيش هذا؟ إيش بدأ أجاوبه؟ ماما إيش هذا السجن؟ إيش بدأ أجاوبه؟ أحكي له إنه إحنا ضحينا في سبيل الله، عملنا هذا عشان ربنا، أحكي له إنه عشان ربنا. هو إيش يفهم الطفل إنه هذا جهاد في سبيل الله؟ إيش طفل؟ إيش يفهم إنه الجيش الاحتلال بداية فيه بقتل فينا وبقتلنا وهو حبس أمه؟ يعني لما يسألني ماما إيش هذا؟ ليش أنا وين بابا؟ لما يسألني وين ماما؟ وين ستو؟ إيش بدي أحكي له؟ الرسم ماخذ تقريبا معظم وقتي. طبعا اللون الاخضر دائما غالب على الرسومات عندي بهاي الفتره، لانه ما فيش اخضر في السجن، ما فيش يعني اللون الاخضر ممنوع عندنا تقريبا، فيش مجال تزرع اي شيء، فيش مجال يكون شيء اخضر. رسمت هاي عشان القاهره، انا على طول القاهره عندها اشي يروح للطفل ولاطفالها. وباقي الرسومات عادي، كلها رسومات زي ما قلت اشي محرومين احنا منه، حدائق، المي، الخضره، هاي شيء مش موجود عندنا نهائياً، يعني زي ما انت شايف تحت الأرض السجن لها السبب، يعني كله بيطلع لما واحد توقف على شباك، أنا وشباك وردي بيطلع على الرسم البعيد هناك كلها أخضر، فبتحس شوي بتفاؤل، زي التفاؤل عندنا. هذول اللي رسمت لي صور لأولادي عشان أظني دائماً شايفهم، هون ساندي وهناك دنيا، وراح ترسم محمد رأفت كمان عشان يكونوا كمان لهم. بيعبر صور بتعبر عن أولادي. ايه ماما يا رب تنام ماما وضحت الجوز الحمام، ايه ماما نام، ايه يلا روح باي، روح لبابا، يلا نعشر روح لبابا يلا.